السلام عليكم. اليوم حبيت ندير لكم فيديو خفيف على واحد العطر. كان واحد الاخ بعث لي في انستغرام قال لي على واحد العطر اللي هو يستعمله شخصيا. قال لي باش نبارطاجي معكم ولا ننشر معكم التجربه نتاعو. هذا العطر حوست عليه لقيتو على مواقع البيع. هو الاسمر وودي اورا. عطر هذا ديجا من اسمه راه باين. غادي نزيدو نشوفو معاه كيفاش داير البوتي تاعو. فوالا هذا لو فلاكون اللي رانا نشوفوه. كومان فيه ان فلاكون ديزاين شباب. انا عندي استعملته هاد الايامات وجربته. ريحته شابه تاع صح. ريحه العود اللي فيه ريحه شابه مع التركيبه نتاعو. جايه تركيبه شفت في موقع الرسمي نتاع الماركه هذه. ولقيت التركيبه نتاعو في لي نوت نتاعو واش استعملوا فيه وكيفاش خدموه هيتو. واش لقيتو صراحه عطر اللي هو ماشي غالي. انا لقيتو في مواقع البيع بين 20 اورو. واحد كاين واحد الموقع يبيعو ب 50 اورو وحاطو اون بروموسيون ب 35. مي انا لقيتو في واحد الموقع اخر ب 20 اورو برك. الفلاكون تاعو جاي شباب صح. البوتي شباب بزاف. ونرجعو دروك نمشيو نشوفو التركيبه نتاعو واش فيها. كما قلنا دروك نرجعو لي نوت نتاعو. لي نوت والتركيبه نتاعو. عندنا في لي نوت دو تيت عندنا كارداموم وعندنا لافوند. في لي نوت دو كور عندنا لو سيدر و بوا دو سيدر و بوا دو سونتال. هما لي زوج هادو جايين بوازي. هما لي زوج جايين من العود. وعندنا تاني في لي نوت دو باس عندنا العنبر وعندنا لافاني. تخيلوا معايا هاد التركيبه كيفاش غادي تكون. هو صراحه في الناس اللي ما يقدروش العطور القويه هاد العطر ما نصحهمش به. هاد العطر يخرج بزاف على الرجل الشرقي اللي يحب يكون عنده ستيل شرقي بزاف. هو كما قلنا ماشي اون مارك اللي كبيره وماشي حاجه اللي اون مارك اللي دخلها. مي صراحه الاخ نصحني به ودار مليح. عطر اللي عنده تاثير كبير وعنده الكاليتي مقابل السعر حاجه روعه. المهم السلام عليكم. كانت هذه الفيديو نتاعنا. على بروشين فوا ان شاء الله.